خلينا نرجع لهذه القمة، لأن هذه القمة مهمة جدا. الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الحقيقة الاثنين كانوا بيتكلموا عن دراسة أوضاع أفريقيا، وكان في يعني الحقيقة مقاطع كثيرة بتؤكد على أنهم حريصين كل الحرص على يعني عايزين يكسبوا تاني ثقة القارة الإفريقية من جديد. وكلمة ثقة دي اللي هم أكدوا عليها، لأنه يبدو أن كان بالأمس كلام كثير ولكن لم يعد على يعني لم يؤتي بثماره على أرض الواقع. لكن واضح من هذه القمة هناك أجندة، هناك تخطيط، وهناك موضوعات كثيرة. ده اللي هيخليني أخد مزيد من المعلومات ونتكلم بشكل أوسع عن هذه القمة، ونشوف الرؤى كان شكلها عامل إزاي على مدار 3 أيام موجودة في واشنطن. معايا أيضا خبير العلاقات الدولية الأستاذ ماك شرقاوي. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء الخير يا شفتي. مساء الخير. مساء الخير على جمهورك الكريم. مساء الخير على حضرتك. الحقيقه سؤالي الاول، انا عايزه انظر يعني ننظر الى الواقع الافريقي من التحديات اللي موجوده فيه، وازاي نحول هذه التحديات الى فرص حقيقيه. بص يا ستي، وجهه نظر الاداره الامريكيه لافريقيا دي كانت ضمن كلمه الرئيس بايدن اول امس. تمام. قال ان افريقيا 850 مليون نسمه، ومتوقع انها تصل 1.2 مليار نسمه في 2050، وان هذه القاره تتمتع ب 60% من سكانها من الشباب. صحيح. فلابد من استخدام واستثمار هذه الطاقه البشريه الهائله. علاوه ان افريقيا مليئه بالثروات ومليئه بالريسورسز، الموارد التي يحتاجها العالم، خاصه. صحيح. ان العالم بيواجه ازمه موارد. صحيح. لان عدد سكان الارض بيزيد، احنا تخطينا خلاص 8 مليار، واعتقد ان لابد من البحث عن كيفيه استخدام وحسن استخدام الموارد حتى نستطيع ان نعيش على هذا الكوكب. تمام. افريقيا اعتقد ان ازمه افريقيا هي سوء استخدام الموارد والصراعات والنزاعات وايضا الارهاب ايضا كمان الموجود. يعني هناك الكثير من الاشتباكات والمشاكل الموجوده وعدم الامن الكامل في بعض الدول الافريقيه. يعني من الاحصائيات الامم المتحده ومنظمه الصحه العالميه، لا زالت افريقيا لديها 20 مليون حاله ايدز، اللي هو نقص المناعه. صحيح. فيروس نقص المناعه. صحيح. لا زال افريقيا لديها ملاريا، لا زال افريقيا لديها امراض متوطنه اختفت من العالم. فاعتقد ان ال 55 مليار دولار اللي بترصدهم الولايات المتحده الامريكيه على مدار الثلاث سنوات القادمه هتشمل التكنولوجيا والتغير المناخي والتنميه، وهي بالتاكيد ليست كافيه لتحويل القاره من هذه الاحوال الى احوال جيده، ولكن هي للبدايه في مشروعات لمحاربه الجهل، الفقر، المرض، وهو مثلث الموت في اي مجتمع. واعتقد. صحيح. ان بعد تلك القمه والتي يعني حظت ب 49 دوله من افريقيا وعلى رأسها بالتأكيد مصر وإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أثبتت لأفريقيا أن نحن أصدقائكم. صحيح. ونحن أفارقة. صحيح. بل السواعد المصرية امتدت بيد العون إلى تنزانيا في مشروع عملاق. تمام. تنزانيا، وإلى الكونغو في مشروع عملاق في تطهير المجرى النهري واستخدامه للنقل النهري في. صحيح. الكونغو، والشراكات المصرية والمزارع العملاقة اللي مصر عملتها مع الدول الأفريقية ومساعدة الأفارقة في كل ما تتخيليه. صحيح. مصر أثبتت لأفريقيا وللعالم نحن ندعم أشقائنا في القارة ونسعى إلى مد يد العون لتنمية الدول، وبالتأكيد ده يعني بيقيم ظلاله على الأكاذيب التي كانت تسوقها أثيوبيا وإدارة أبي أحمد أن مصر لا تريد التنمية لأثيوبيا. هو يعني هم كاذبون في هذا الامر. مصر عرضت عليهم اكثر من عرض، ومنهم. صحيح. عرض استكمال بناء السد. تمام. وشراء كامل الطاقه الكهربائيه اللي هتطلع، لان مصر مش محتاجه كهرباء. مصر بتصدر كهرباء النهارده للدول العربيه، وبتعمل خط نقل النهارده عشان تودي الكهرباء تبيعها
في اوروبا كمان، فمصر لا طيب تحتاج الى الكهرباء، ولكن حقيقي انا بتفق جدا مع حضرتك، ولكن خليني برضو يعني اسال حضرتك هنا ونحن نتحدث عن هذا الشان الافريقي، هذا الاهتمام وهذا الاهتمام الواضح هذه المره في هذه القمه من الاداره الامريكيه بشكل كبير. هل اقدر اقول كمان انه افريقيا كقوة تصويتية في الأمم المتحدة بعد هذا الاهتمام والمشروعات اللي هيتم العمل عليها والأجندة الخاصة ب 2063، أقدر أقول إن هذه يعني القوة التصويتية في الأمم المتحدة كمان تساعد أفريقيا في إنها تحافظ طول الوقت بقى على ما وصلت إليه من مبادرات من قمم؟ يعني هل ده برضو شيء مفيد بالنسبة لها؟ طبعا لما يبقى عندك 54 دولة في أفريقيا من مجموع 196 دولة في الأمم المتحدة، يعني عندهم 25% مزبوط من التصويت في الجمعية العامة. مزبوط. بل هناك وعد بأن يكون مقعد دائم في مجلس الأمن لأفريقيا، زي ما في النهاردة الحمد لله مقعد العربي والإمارات النهاردة هي اللي بتشغل صحيح. هذا المقعد بانتخابات. أعتقد أن ده تتويج إلى الدبلوماسية الأفريقية، وبالتأكيد ما تدعمها الدبلوماسية المصرية. ايضا هناك دفع الى النفوذ الصيني والروسي اللي بدا يعني يتمكن من هذه القاره. الصين بتستثمر 200 صحيح. مليار دولار ما بين استثمارات مباشره وبين قروض، بعض هذه القروض يا شفقي تساوي 200% من الناتج القومي لبعض الدول. يعني احنا ممكن نرى قريبا جدا نموذج سريلانكا يتكرر في افريقيا، وان تكون مبادله الديون بالموانئ والاراضي والمشروعات الاستراتيجيه. طب وهنا استاذ يعني ماك اسالك برضو سؤال اخير، هل هنا تستفيد افريقيا هذه الايام من اهتمام كبير وجودها بشكل كبير وهي القاره الاكثر تضررا في قمه المناخ والحديث دائما عنها والمساعدات حتى الامريكيه خاصه لي ايضا يعني لانها يعني تضررت كثيرا افريقيا بهذه الانبعاثات الموجوده، ايضا يعني اهتمام الصين والحديث وقمة الرياض ونحن الآن في قمة واشنطن، فهل ممكن أن نقول نختتم هذا العام بأن أفريقيا يعني تظهر على الخريطة الدولية بشكل كبير حتى لو تنافست القوى العظمى على الفوز بأفريقيا؟ طبعا أنا أشكرك يا شفقي على هذا السؤال، لأن أفريقيا هذه القارة المظلومة تسببت في 3% من الاحتقان الحراري والانبعاثات الكربونية والتغير المناخ، 3% فقط، في حين ان امريكا واوروبا والصين 68% من المشكله. صحيح. واستطاعت مصر في قمه المناخ، وهي القمه الوحيده 27 التي حدث فيها المعجزه، وهي المعجزه اليه التنفيذ، 26 صحيح. سنه الدول بتوعد، لكن استطعنا في شرم الشيخ ان نكون هناك اليه التنفيذ، وان يكون هناك مجال الان للتعويضات من الدول التي تسببت في ازمه المناخ للدول التي لن تتسبب وتضررت. فبالتاكيد هناك اهتمام، خلي بالك في اهتمام كمان كان موجود القمه الصينيه في بكين 2018 مزبوط. وحضرت فيها مصر طبعا. والقمه في سوتشي 2019 طبعا. الروسيه وحضرت طبعا. فيها مصر. ووجود يعني كمان اتفق مع حضرتك وجود رئيس عبد الفتاح السيسي على رئاسه الاتحاد الافريقي وهو يعمل في هذه الموضوعات من البدايه، كان يريد تحسين البنيه ايضا التحتيه اللي موجوده في افريقيا، فاعتقد هو تواصل يعني من المجهود الكبير على مدى سنوات. يا شفقي ما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في سنه في الاتحاد الافريقي صحيح. في 2020 اعتقد انها سلطت الضوء على افريقيا لعقدين من الزمن. حقيقي. يا شفقي ده في 5 فعاليات حضر فيهم الرئيس، منهم 3 فعاليات في اقل من 3 اسابيع. مظبوط. واعتقد ان فعلا مؤتمر الاستثمار في افريقيا ومؤتمرات الطاقه المستدامه مع مشاركه مع الامم المتحده. النهارده مصر اصبحت بوابه افريقيا يا شفقي. أيوة. وهي حقيقي. مفتاح الحل يعني وانا اسمح لي يعني هختتم بهذه الجمله، مصر هي بوابه افريقيا. اشكر حضرتك شكرا جزيلا على التحليل ماك شرقاوي خبير العلاقات الدوليه.